أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله تعالى من النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لازلنا وإياكم مع الابتلاء، وخاصة بغلق بيوت الله سبحانه وتعالى، ويا له من بلاء شديد على النفس وعلى المسلمين خاصة. فأردت أن أذكر نفسي كما بدأنا في الأسبوع الماضي عن الحكم من وراء الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، فنكون من الذين يصبرون ويحتسبون لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. فمن الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يذكر العبد بذنوبه،
فربما تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالتوبة لله عز وجل أعظم عزاء له من كل شيء. إن العبد ليصاب بالمصيبة فيذكر ذنوبه فيخرج من عينه مثل رأس الذباب دمعا من خشية الله سبحانه وتعالى، فيغفر الخالق له سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. So my dear brothers and sisters, we are still talking about affliction and trials and tests that Allah subhanahu wa ta'ala give us, and especially nowadays after this lockdown, and especially the house of Allah subhanahu wa ta'ala being locked for the believers. And the purpose of sharing with you what are the wisdom behind Allah subhanahu wa ta'ala trials and affliction is to give us hope to have this patience and perseverance and have no doubt in Allah subhanahu wa ta'ala hope and mercy and forgiveness. One of the reason Allah subhanahu wa ta'ala send his affliction and trials to the believer especially is a reminder for our sins, that we may repent to Allah subhanahu wa ta'ala, because repentance to Allah is the greatest consolation. After affliction with calamity, we remember our sins. And the best and the true one among us is the one whose tears are going to shed and comes from the eyes, chose the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is a reason for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive those sins that we are committing day and night. And it is only for the true believers. Because remembering on the day of resurrection, you will be facing Allah subhanahu wa ta'ala, and how huge are our sins. But if we remember nowadays and we ask Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness, there will be no sins on the day of resurrection. من حكم الابتلاء أيها الأحبة زوال قسوة القلب مع حدوث رقة وانكسار للعبد سبحانه وتعالى، وذلك ملاحظ عند حلول المصائب، وذلك والله خير من كثير من طاعات الطائعين، فانكسار المذنب خير وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. The second reason or wisdom behind Allah subhanahu wa ta'ala affliction is that it's a reason for the turning of our hearts from cruelty and meanness to tenderness and sensitivity to Allah subhanahu wa ta'ala. That is a fact we see whenever calamities strike on us. Our heart, instead of becoming more cruel, more hard, it becomes so tender and soft towards Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا البلاء يقطع قلب المؤمن عن الانتفاة إلى المخلوقين ويوجب له الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له. انظر إلى المشركين وهم كيف يصفهم الله سبحانه وتعالى، كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم مشركون بالله سبحانه وتعالى، إلا عند الابتلاء وعند المحن يلجؤون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. فكيف بالمؤمن الذي يؤمن بعظمة الله سبحانه وتعالى، الذي يؤمن برحمة الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. Number three, the affliction cut off the hearts of the believers from paying attention to the creatures or the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is obligatory for him or for us to turn to the Creator who has no partner. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran described the disbelievers
when they are on the ship and the tornado or whatever comes in the ocean and they start shaking, they start getting scared and they fear death, they turn to Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity, asking only Allah subhanahu wa ta'ala to save them and protect them. The way Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it in the Quran. So when they ride in the ship, they call upon Allah subhanahu wa ta'ala, being sincerely obedient to Him. But when bring them safe to the land, they associate other than Allah subhanahu wa ta'ala. Those are the disbelievers. What about those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala? Those who trust Allah subhanahu wa ta'ala. It is time to turn and call upon Allah subhanahu wa ta'ala and the only one. من حكم الابتلاء رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم فإن العبد إذا أحس بألم المصيبة رق قلبه لأهل المصائب والبلايا ورحمهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكما شهدتم وسمعتم ورأيتم في هذه الأيام مع شدة البرد نتنعم بحمد الله سبحانه وتعالى في بيوتنا واللاجئين السوريين إخوان لنا في جنب الله سبحانه وتعالى قتلهم البرد وشدة الأمطار حتى البيوت التي يسكنون فيها عبارة عن خيم وينادون بكل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى طالبين المساعدة ممن يعطيهم يد المساعدة فلا تنسوهم أيها الأحبة من استطاع أن يتبرع وهناك جمعيات خاصة في كندا تجمع الأموال لفائدة هؤلاء اللاجئين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعينهم على ذلك. One of the wisdom behind those affliction and trial and calamity, the mercy of the people of the affliction, when we see people are more afflicted or being tested and tried by Allah subhanahu wa ta'ala, more we what we go through. Allah subhanahu wa ta'ala will put mercy in our heart to try to help those people. And this is what the Prophet has said, being mercy on the people of earth, Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful on you. And what we see or what we saw nowadays or in this previous week happening to our Syrian refugees in different camps where flood of rain and snow, where they live in tents, only tents, in this cold and with the rain, taking all the tents, and they have nowhere where to go, where they urge and ask Muslims to help them and support them. This is a time for us as a Muslim here in Canada that we should give our hand to them and support them the best we could. We have, alhamdulillah, we are blessed. We have our homes where there is heat. There is no snow inside. There is no cold. And we have food for our children. But there are brothers and sisters of our own. They have nothing. They have no shelter, no food, no water. So let us help them and support them and asking Allah subhanahu wa ta'ala to guide us all. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن الحكم من البلاء معرفة قيمة وقدر العافية فإن النعم
لا تعرف قدرها إلا بعد فقدانها، فلا يعرف نعمة إلا من ذاق مرارة ضدها، وبضدها تتميز الأشياء، فيحصل بذلك الشكر الموجب للمزيد من النعم، لأن ما وسع الله بالعافية وأنعم أكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم، فلا بد أن يلجأ إلى الله في السراء والضراء، ففي السراء أو ففي الضراء حتى يكشفها الله سبحانه وتعالى عنا، وفي السراء تدوم علينا وتزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحتى شكر الله فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج منا إلى شكر ليوفقنا الله سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ ابن جبل، يقول بأن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. One of the reason behind, or one of the wisdom behind affliction, trial and test from Allah, is knowing the value and the importance of oneness and health. The blessing we have are not valued until we lose them. So none of us appreciate the blessing we have except when we taste bitterness. Because what Allah subhanahu wa ta'ala has given us for our well-being is more and greater than what is afflicting us. We all need to turn to Allah subhanahu wa ta'ala during good time and bad time. During bad time, until He removes hardship and takes it away. And during good time, by praising Him and thanking Him subhanahu wa ta'ala, and it will increase our blessings that Allah subhanahu wa ta'ala gave us on a daily basis. He is the one who said in the Quran, if you are grateful, I will certainly give you more. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave us a lesson. And the way he was teaching Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum, by being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And it is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So he told Mu'ad, O Mu'ad, by Allah I love you and I advise you to say this dua after every salat. O Allah, help me remember you, expressing gratitude to you and worship you in the best manner. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. That's what the Prophet ﷺ taught Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all among those who show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and praise Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhtimu fil akhir bi anna al muslimin fi Canada يمرون بابتلاء آخر بغض النظر عن المرض والوباء. هناك ابتلاء بكراهية الإسلام، كراهية المسلمين، وخاصة في هذه الضاحية كيبك. متأكد أنكم سمعتم في الأسبوع الماضي بعد أن عينت عمدة مدينة مونتريال الأخت بشرى مناعي كمفوضة للمدينة بشأن العنصرية والتمييز المنهجي، شعر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بأنه مضطر إلى تسمية هذا الخبر أو هذا الإعلان بأنه خطأ. لماذا؟ لأنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي مسلمة. I would just conclude that we as Muslim living here in Canada, and especially in this province, we are going through another trial. I'm not talking about this epidemic or the coronavirus, but what we call Islamophobia, even though we are in 2021. I'm sure that you heard last week after Montreal mayor
assigned Bushra Mannai as the city first commissioner on racism and systematic discrimination, an official premier office felt compelled to call the choice as an error. Assigning a Muslim woman, it became as an error. كذلك في غضون حاولت أو حاول ذلكم الحزب تشويه سمعة عمر الغبرة وهو وزير النقل الجديد الذي عين من طرف رئيس الوزراء وهو من أصل سوري فقالوا عنه أن اسمه مرتبط بحركة الإسلام السياسي. Also, this past week, one of the political party tried to smear Omar al-Gabra, the newly appointed federal transport minister, in a statement as his name is associated with what it called the political Islam movement. وأخيرا هاجمت مؤخرا جريدة موريال الأخت المسلمة المحجبة التي تنتمي إلى CBC قناة من كندا الأنجلوفونية فقالت في مقال لها كتبته في جورنال دو موريال أن هذه الأخت محجبة فسألت ووضعت عنوانا كبيرا على الجريدة كيف سيشعر المشاهدون إذا كانت الصحفية الإذاعية الكندية من جريدة موريال أو كندية ترتدي الحجاب أيضا كأن ارتداء الحجاب صار تطرف وإرهاب في هذا البلد وإلى الله المشتكى. And the last is, I'm sure that you heard and you saw in the news, one of the journalists from the Journal of Montreal attacked Janila Massa, who is a journalist in CBC News, and she has a program called Canada Tonight, and she is wearing a hijab, asking how viewers could feel if Radio Canada journalist wore a hijab. It's like an insult. A journalist should not wear a hijab, because hijab nowadays it is considered as an oppression, it is considered as an extremist, and so on and so forth. It is time for us as a Muslim to put our hand together. We should not keep quiet. Keeping quiet is more than ignorance. It is something that Allah subhanahu wa ta'ala will hold all of us accountable on the Day of Judgment. We should act wisely under the same umbrella, under the same leaders, to stop this nonsense in Quebec. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء وهذا الوباء. وآخر دعوانا أن الحمد لله. قبل أن أختم فقط هناك بعض الإعلانات. أولا مع غلق المساجد أدعو جميع الإخوة والأخوات بالتبرع بسخاء لهذا المركز فتبرعاتكم يحتاج إليها هذا المركز حتى يستمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. I just have few announcements. The first one is that we need your support. We need your help. We need your donation for this center. There is a lockdown and nobody is coming. So we ask you to donate generously for this center to keep on running and going even after the lockdown. So we urge you to donate. There are many ways you can go online. There are hours where we put a box in the center or outside. You can drop the cash if you want. So we urge you to help us, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. توفي
كل من أحمد بن قاسم وهو ابن فؤاد بن قاسم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. كذلك الشيخ إبراهيم، إمام إبراهيم لولات، توفيت زوجته، صلاة الجنازة اليوم على الساعة 2 في المركز. So brother Ahmed bin Qasim, he passed away. And also Imam Ibrahim's wife Lulat, she passed away. The janazah will be today at 2 o'clock in our center. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on all of them, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them Jannah and shower their families with patience. وأخيرا إن شاء الله بالنسبة للشباب حلقة الأخ خضر على الساعة 6:30 إن شاء الله. And for our youth, the youth class with Brother Khidr will be at 6:30 tonight inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن علمنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن عونا لإخواننا اللاجئين، ولا تكن عليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.